ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نشر اللاعب الرجاوي محسن متولي على حسابه بموقع الانستغرام صورة توثق للحظة التي حاول فيها لاعب نهضة بركان زكريا حدراف مساعدته على الوقوف، حيث أرفقها بعبارة عذرا فأنا لا أصافح النساء. وفور وضع متولي للصورة المثيرة للجدل، تناقلت العديد من الصفحات مضمونها مؤكدين أن الخلاف قديم بين اللاعبين، وما قام به متولي بالملعب وبالانستغرام يعد أمرا عاديا. وطالب رجاويون ونشطاء اللاعب متولي بضرورة الاعتذار من حدراف الذي قدمه الآخر الكثير لقميص الرجاء، وطي ملف الخلاف بينهما وتجنب الخروج بتعليقات وصور مشابهة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.